أنا بسأل سؤال لك أنت يا أستاذ محمد والأخ إبراهيم ولكل من يشاهدنا اليوم، لماذا مسر الحبيب صلى الله عليه وسلم كان من مكة إلى فلسطين إلى الأقصى؟ أليس الله سبحانه وتعالى قادر أن 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 يسري بنبيه مباشرة من مكة صحيح إلى السماء السابعة؟ نعم صحيح. طيب لماذا لما ذهب النبي كذلك إلى المسجد الأقصى وأسري به رجع أيضا من السماء، ما رجع إلى مكة، رجع مباشرة للمسجد الأقصى؟ ليش؟ هي باختصار ليس هناك سكة ولا طريق إلى السماء إلا عن طريق المسجد الأقصى. ما شاء الله. سبحانك يا رب، سبحان الله العظيم. يجب أن تفهم الأمة، كل الأمة المسلمة، هذه القضية. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالأنبياء كلهم؟ سبحان الله. كل الأنبياء قاطبة، من آدم عليه السلام إلى آخر نبي صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام. وحنا أهل السنة والجماعة عندنا حديث صحيح يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه لا يؤم الرجل في بيته، ولما كان النبي مع الأنبياء قدم جبريل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إماما، وكأن القضية تقول أو المشهد والصورة تقول ستستلمون أنتم يا أمة الإسلام رسالة المسجد الأقصى والدفاع عن المسجد الأقصى وحماية المسجد الأقصى. أسألكم بالله نبخل برغيف وإطعام وسقاية لإخواننا دافعوا عن هذا الكيان وعن أصل التوحيد وعن اجتماع الأنبياء وعن مسرى حبيبنا عليه الصلاة والسلام إلى الله المشتكى.